فيلمنا بيبدأ في مطعم بيدير وبيملكه واحدة اسمها أنجيلا، واللي بيبقى عندها 3 أطفال منهم 2 توأم اسمهم جيمس ودوغلاس وطفلة صغيرة اسمها ويندي. وبيكون موقع المطعم جنب السكة الحديد في الريف، ودايما بيكون فيه زباين وبيكونوا مالين المكان، وبيكون المطعم مكان مليان سعادة وحب وطاقة إيجابية، وكل الزباين بيحبوا يلعبوا مع ويندي. وفي يوم بيبقى في المطعم طفل اسمه توماس بياكل وجبته وبيحتفل بعيد ميلاده 7، وبتهزر أمه وبتقول إن توماس لما يكبر هيشتغل عامل نظافة في المطعم، بس توماس بيتضايق من ده عشان بيحلم إنه يكون طيار لما يكبر. وبيفضل الزباين العواجيز يضحكوا عليه وبيتضايق توماس اكتر، فبيخرج لبره المطعم ومحدش بيبقى واخد باله، وبتزحف ويندي وبتوصل للشباك وبتشوف توماس وبيركب القطر اللي بيتحرك على السكه الحديد. وبيكون في طفل تاني معاه على القطر بس بيكون متنكر وملامح وشه مش باينه. وبتعدي السنين وبتكبر ويندي، ولكنها ما بتنساش اللي شافته بخصوص توماس لما ركب القطر، وبتكبر مخيله ويندي اكتر مع مرور الوقت، وبترسم قصص بنفسها عن المغامرات. ولما بيكون عندها 9 سنين بيكون نفسها تخوض مغامره ومستعده انها تخاطر باي حاجه عشان تعمل ده. وفي مره بتساعد ويندي امها أنجيلا واخواتها في المطعم، وبيبقى في اعلان على لوحه في المطعم عن اختفاء الطفل توماس اللي كان عنده 7 سنين لما اختفى، وبيبقى من وقتها محدش شافه هو وطفل تاني عنده 13 سنه. وبيطلع ان الاطفال بيختفوا بشكل ملحوظ في المدينه، وبتبقى ويندي هاديه وعاقله عكس اخواتها اللي دايما بيرقصوا وبيغنوا وبيعملوا دوشه. وفي ليله بيطلب الاطفال منها انها تحكي لهم حدوته، وبتحكي لهم أنجيلا عن حياتها وبتقول انها كانت حره جدا وبتعمل اللي هي عايزاه لما كانت صغيره، وكان عندها احلام وطموحات لو كانت قالت للناس عليهم كانوا هيتريقوا عليها. وبتقول انها في مره كانت بتتمشى في كاليفورنيا سرقت عربيات، وبتبقى بنتها ويندي معجبه جدا بامها وهي صغيره، وبتسالها هي ايه احلامها دلوقتي، وبترد عليها امها وبتقول انها بتحلم تفضل دايما جنب اطفالها وترعاهم، وبتقول ان طول ما الناس بيكبروا في السن احلامهم بتتغير. وبتضايق ويندي لما بتسمع ده لانها مش عايزه انها تتخلى عن احلامها انها تخوض مغامرات كتير، وبتقول انها مش عايزه تكبر في السن ابدا. وفي ثاني يوم بعد المدرسه بيروح الاطفال لترعى عشان يصطادوا سمك، وبيبقى جيمس ودوغلاس مشغولين في الوقت اللي بتجري فيه ويندي تجاه السكه الحديد، وبتشوف ويندي قطر بيتحرك وبتجري وراه عشان تركبه زي ما توماس عمل من سنين فاتت، ولكنها بتقع على الارض وبيسيبها القطر وبيبعد عنها. ولما بترجع ويندي للبيت بتفكر اخوها لما قال لها ان حياتها هتنتهي من غير ما تحقق احلامها. وبالليل بتكون الاسره نايمه ما عدا ويندي اللي عماله تتخيل قصص عن النجوم، وفجاه بيعدي ضوء احمر غامض اتجاه الشباك، وبتسمع ويندي صوت القطر، فبتقوم من على سريرها وبتبص من الشباك وبتشوف ولد بيلعب وبيجري على قطر بيتحرك، وبيطلع ان ده نفس الولد اللي كان متنكر لما كان مع توماس يوم اختفائه. وبيكون الولد ده اسمه بيتر، وبتصحي ويندي اخواتها من النوم قبل ما تنط من الشباك عشان تكون قريبه من القطر، وبيخرج اخواتها وراها ولكنهم ما بيلحقوهاش لما ويندي بتنط وبتركب القطر، فبيطلعوا هما الاثنين كمان على القطر مع اختهم. وبتفتح ويندي دراعاتها كانها بتطير وبتحس بالحريه لاول مره. وبيقرب منهم الطفل بيتر وهو بيضحك، ولما بيسالوها وهو نازل فين من على القطر بيقول لهم بيتر ان القطر مش بيقف وان دي مغامره. وبيطلع النهار وبيقول بيتر لويندي ان العالم ملوش نهايه وانه بيتحرك للابد. ولما بيعدي القطر على النهر بيطلب بيتر من الاطفال انهم يقفوا في صف واحد على حافه القطر، وبيسمع الاطفال كلام بيتر من غير اي نقاش، وبيزقهم بيتر من على القطر اتجاه النهر، وبينط بيتر وراهم للنهر وبيعرفهم على طفل في مركب في النهر. وبيطلع الاطفال الاربعه على المركب وبيبحروا في الميه لحد ما بيوصلوا لجزيره استوائيه فيها بركان ضخم. ولما بتشوف ويندي الجزيره العجيبه بتفتكر الصوت اللي في تفكيرها اللي كان بيقول لها انها تتسحب بالليل من البيت، وبتكتشف ويندي ان الصوت ده كان دايما طالع من الجزيره دي طول الوقت اللي فات. وبيكون في الجزيره بركان ناشط وبيرمي دخان تجاه السما كان ده ساحر، وبيجري بيتر وبيروح للغابه مع اصحابه الجداد، وفي طريقهم بيبقوا خايفين من الدخان اللي بيطلع من الارض، وبيقابل الاطفال ولد من سنهم بيغني للبركان، وبتنضم ويندي للطفل وبتغني معاه، وبيقول لهم بيتر ان مفيش اي فايده من غناهم، وبيغمض بيتر عينيه وبيعمل حركات بايده وبيخلي البركان يطلع دخان اكتر، وبيجري بقى الاطفال من الخوف ولكنهم في نفس الوقت بيكونوا فرحانين ومتحمسين. وفجاه بيجري ولد صغير تجاههم، وبتتعرف ويندي عليه وبتكتشف انه توماس، وبالرغم من انه كان اكبر منها لما اختفى الا ان شكله لسه زي ما هو ما اتغيرش. وبالليل بيلعب الاطفال وبيضحكوا حوالين التوأم اخوات ويندي، وبينضم التوأم للاطفال وبيغنوا هم كمان معاهم نفس الاغنيه اللي الاطفال كانوا بيغنوها. وبيبص بيتر للبحر وبيتكلم مع امه بعد لما بيصحى من النوم تاني يوم، وبينط بيتر وويندي الفتحه في الارض بيوصلهم ممر فيها للبحر، وبيوري بيتر امه لويندي واللي بيطلع انها روح الجزيره اللي على شكل سمكه عملاقه بيطلع منها نور متوهج وهي عايمه. ولما بيضحك بيتر لاول مره بتطلع الام للسطح من اعماق البحر عشان ترعى الاطفال، وبتحافظ الام على طفولتهم عشان يعرفوا انهم ياخدوا اي مغامره ويعملوا اللي هم عايزينه لاطول وقت ممكن. ولكن السحر ده بيبقى بس شغال في حاله لو الشخص مؤمن بوجود الام، وان لو حد بطل يؤمن بوجودها هيكبر بسرعه وهيبقى عجوز. وخلال الايام بيلعب الاطفال وبيرقصوا وبيضحكوا كل يوم وقت الصبح والليل، وبينسى التوأم امهم عكس اختهم ويندي اللي بس قررت انها تطول في فتره اقامتها على الجزيره، وبتقول انها ترجع تاني لامها لما تزهق من الجزيره. وفي يوم بتصحى ويندي من النوم وبتشوف راجل عجوز بيتحرك جنبها، ولما بتسلم عليه بيجري الراجل بسرعه لجزء يابس على الجزيره، وبيقولوا الاطفال لويندي ان العجوز ده اسمه بازو واللي كان عضو سابق في مجموعتهم، بس هو فقد ايمانه في الام لما خسر اعز صاحب ليه، وبعدها
كبر بازوه في السن وتحول لعجوز، وبيلاقي الاطفال مركب غرقان في البحر اسمه مانيانا، وبيعوم التوأم واختهم للمركب عشان يتفحصوه، وبيبقى دوجلاس خايف وقلقان من العوم جوه المركب، ولكنه بيتظاهر بالشجاعه لما جيمس بيقول انه جبان، وبينزل التلاته الجزء في المركب، ولكن جيمس واخته بيعدوا للناحيه التانيه بس من غير دوجلاس، وبيبقى الاتنين خايفين على اخوهم فبينزلوا تاني للميه عشان يلاقوه، ولكنه بيكون اختفى، وبيساعدهم الاطفال التانيين ومع ذلك ما بيلاقوش دوجلاس. وفي النهايه بيخرج بيتر والاطفال دوجلاس واخته من الميه، وبيقولوا للاخوات ان دوجلاس هيكون بخير، وبسبب ان جيمس هو توأم دوجلاس بيبقى جيمس خايف جدا على اخوه اللي عمره ما افترق عنه. ولما بيصحى جيمس من النوم تاني يوم بتتحول ايده لراجل عجوز وجلده بيتجعد، فبتعرف ويندي ان اخوها فقد ايمانه في الام، وبيطلب جيمس منها انها تحتفظ بالسر ده وما تقولش لحد، ومع ذلك بيطلع ان بيتر عارف اللي حصل، فبيحاول جيمس انه يسرق السيف بتاع بيتر عشان يقطع بيه دراعه العجوزه عشان يوقف عمليه التقدم في السن، ولكن بيتر بيقرر انه يعمل ده بنفسه وبيقطع دراع جيمس. وبتجري ويندي على اخوها وعلى الارض بيتالم، وبتزعق ويندي للاطفال وبتخليهم يبعدوا عن اخوها، وبتاخد جيمس عشان يتحركوا ويدوروا على واحد من البالغين، وبيقابلوا بازو اللي بيوافق انه يساعدهم عشان يلاقوا دوجلاس، وبيخلي جيمس يركب على الحمار بتاعه وبياخد الطفلين للمكان اللي كبار السن بيجتمعوا فيه، وبيكون كل الكبار دول كانوا اطفال ولكنهم كبروا في السن بعد لما فقدوا ايمانهم. وبتشوفهم ويندي وهم بيصطادوا سمك وبتستغرب من اللي بيعملوه، لحد ما بتعرف ان لما حد بياكل لحم الام هترجع له طفولته من جديد، وعشان ده الكبار دايما بيحاولوا انهم يصطادوا السمكه الام. وبيكون دراع جيمس مربوط بقماشه بعد ما بطل ينزف، وبيروح هو واخته المطعم مهجور مع الكبار، وبيعم الصمت في المكان لحد ما ويندي بتقول لهم انهم يرجعوا لطفولتهم من تاني حتى لو هم كبار في السن، وبترقص ويندي وبتخليهم هم كمان يرقصوا معاها، وبيرقص الكل وبيقضوا وقت سعيد مع جيمس اللي لسه مكتئب. وبيخرج جيمس من المكان وبتجري اخته وراه، وبيروح دوجلاس لمنطقه صيد السمك وبيجهز الشباك، وبيشوف الكبار وبيقرروا انهم يعينوه قائد ليهم عشان هو عارف طريقه الصيد، وبيعمل جيمس خطه عشان يصطادوا السمكه الام، وبيقترح انهم يخطفوا الاطفال، وبيقول ان ده هيخلي الام تيجي بنفسها عشان تنقذهم، وبتبقى ويندي ضد الفكره بس الكبار بيقتنعوا بيها وبيبداوا بالتجهيزات لخطف الاطفال، وبتجري ويندي بسرعه للغابه عشان تحذرهم، بس الكبار بيوصلوا قبلها وبيخطفوا كل الاطفال، وبيكون الوحيد الناجي في الاطفال هو بيتر، وبتنضم ويندي ليه وبيتفرجوا على الكبار وهم بيصلحوا المركب مونيانا وبيطلعوا الاطفال على المركب. وبتلاحظ ويندي راجل عنده دراع مقطوع بيصنع خطاف، وبيطلع ان الراجل ده هو جيمس اللي كبر بسرعه في السن. وبعد لما بيتحرك الكبار بالمركب بيقول بيتر لويندي انها تروح معاه عشان ينقذوا الاطفال، وبينط الاثنين في البحر وبيوصلوا للممر، وهناك بيحكي بيتر لويندي عن عيلته. وبتروح ويندي للجهه الثانيه من الممر وبتلاقي ان دوجلاس لسه عايش وفي صحه كويسه، وبيتحد الاثنين مره ثانيه بعد فراقهم وبيتحركوا عشان ينقذوا اصحابهم اللي مخطوفين على المركب. وما بتلاقيش ويندي اي جد على سطح المركب، فبيطلع بيتر ودوجلاس وراه على المركب، ولما بيحاولوا انهم يفكوا الحبال اللي الاطفال مربوطين بيها بيمسكهم الكبار وبيودوهم لقائدهم جيمس، واللي بيكون اتحول لراجل عجوز وعنده خطاف في دراعه مكان دراعه اللي اتقطع. وبيتفاجئ جيمس ودوجلاس لما بيشوفوا بعض، وبيبقى جيمس متضايق من اخوه عشان هو لسه صغير في السن وجيمس بقى عجوز، ودوجلاس ما بيبقاش عارف يصدق ان الراجل العجوز اللي قدامه ده هو جيمس اخوه. وفجاه بيخرج صوت الام من البحر وبيستعد الكبار عشان يصطادوها، وبيتحال الاطفال عليهم انهم يسيبوها، وبيحرر الاطفال نفسهم وبينطوا في الميه عشان يحرروا الام من الشبكه، بس جيمس بيضرب الام برمح الصيد وبيفوت الاوان وبتموت الام، وبيتحلل الضوء المتوهج اللي بيخرج من الام وبينزل تجاه قاع المحيط. وبيعرف جيمس انه يحصل على قطعه من لحم السمكه بتاعت الام، ولكنه ما بيرضاش ياكل منها، وبيعيط بيتر بسبب وفاه امه، وبتحضنه ويندي عشان تخليه ينسى اللي حصل. وبيكون بيتر خايف جدا انه يتحول لعجوز كبير السن ويموت، وبيحس الكبار بالاسى على بيتر، وبتقول لهم ويندي ان قصه حياتهم جميله، وان مع تقدم عمرهم هيبقى في حياتهم قصص كتير ممكن يحكوها لاولادهم واحفادهم، وانهم ممكن يتجوزوا ويبقى عندهم اطفال، واللي هم كمان هيبقى ليهم قصص خاصه بيهم. وبتقول لهم ويندي انهم ما يحسوش بالاسى وبتخليهم يغنوا وبيعلوا صوتهم بالغنى، وبيكون بيتر فرحان وبيرقص هو كمان وبيخلي البركان يثور. وبتقرر ويندي ودوجلاس انهم يرجعوا لبيتهم ويسيبوا الجزيره، وعشان جيمس بيبقى عارف ان توأمه مش هينفع يرجع معاهم للبيت بيودع اخوه واللي بيغير اسمه الكابتن هوك، وبيلعب كابتن هوك مع بيتر وهو بيقضي اخر ايام عمره زي الطفل. وبترجع ويندي وجيمس وباقي الاطفال لعائلاتهم وبياخدوا مغامرات كتير هم بيكبروا في السن، وبيرقصوا وبيغنوا وبيستمتعوا بوقتهم حتى وهم كبار وبالغين. وبعد سنين بتبقى ويندي ام البنت جميله، وبتحكي ويندي لبنتها على قصه بيتر والجزيره قبل ميعاد النوم، وبالليل لما بتنام ويندي بتنط بنتها وبتركب القطر مع بيتر وهو بيضحك، وبتشوف ويندي بنتها وهي بتبعد عنها وبتبقى مبتسمه وفرحانه عشان عارفه ان بنتها في ايادي امينه، وان ده الوقت اللي بنتها هتعيش فيه مغامراتها. الفيديو ده كتبه كريم اشرف وسجله محمد طاهر، ده اللي هو انا يعني، ومنتجه محمود طاهر. وما تنسوش تعملوا فولو لصفحه فيلم في الخمسين عشان تتابعوا الملخصات الدراميه، وفولو لصفحه محمد طاهر عشان تتابعوا الملخصات الكوميديه، وفولو لصفحه هكونا مطاطا عشان تتابعوا ملخصات الانمي والكرتون. سلام.